وقعت أيضا مصر مذكرة تفاهم مع الصين اليوم لتنفيذ مشروع قطار العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 739 مليون دولار، إضافة إلى اتفاقيات أخرى. هناك اتفاقية لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار، وهذا لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2. أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مشروع القطار الكهربائي يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة فيما يمول من الجانب الصيني. أضافت أن التمويل الثاني يتعلق بتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد.